ما عندكش وقت، مشغول قوي، مش لاحق تسمع؟ لو سمحت ركز معايا بس 5 دقايق، هنتكلم عن آية أو نعرض فكرة يمكن تهمك، يمكن تكون سريعة بس ممكن تغير. اسمعها بأمانة وحاول تفكر. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كتير نصلي ونقول ربنا ما سمع، كتير نصلي ونقول أكيد في حاجة غلط علشان كده أنا ما بعرفش أصلي، وكتير نصلي ونيجي نتكلم مع ربنا نلاقي الكلام مش موجود أساسا. في مزمور 103 وعدد 20 بناخد طريقة من الطرق اللي ممكن تخلي صلاتي فعالة، مش الطريقة الوحيدة لكن أحد الطرق الفعالة. يبقى كده في المزمور: باركوا الرب يا ملائكته، يطالب الملائكة أنهم يباركوا الله، بس يوصفهم بعد كده بوصف جميل جدا: المقتدرين قوة. يبقى في قوة الله معطيها للملائكة دول. الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه، هم يفعلوا أمره عند سماع صوت كلامه. شروح كثيرة ومفسرين قالوا ليه الآية دي بتقول عند سماع صوت كلامه، كان ممكن عند سماع صوته أو عند سماع كلامه، ليه حط الاثنين جنب بعض؟ المفسرين قالوا حاجة جميلة جدا: هيسمعوك يسمعوكي، يسمعوني أنا بصلي، هيبقى الصوت بتاعي أنا لكن الكلام بتاعه هو، يبقى ده عند سماع صوت كلامه. لك صلي بالكلمة، ولما نصلي بالكلمة كأننا نحرك السماء فيسمع الملائكة أمرا إلهيا. هم مقتدرين في الفعل ولكنها بيبقوا فاعلين أمره، لأنه سمع بصوتي وبصوتك وبصوت كل واحد فينا. في صلاة يونان الإصحاح الثاني في سفر يونان الإصحاح 10 آيات، أول آية بتقول فصلى يونان من جوف الحوت، آخر آية بتقول فأمر الرب الحوت فقذف يونان للبر. في النص في إيه؟ 8 آيات كلهم متاخدين من كلمة الله. يونان في عمق دقته عارف أن الصلاة المستجابة هي الصلاة بالكلمة. يقول لنا كده القديس مار إسحاق يسميها الصلاة التي تركبها النفس. عايز يقول كده رصيدك من الآيات المحفوظة في قلبك مش في ذهنك بس، اللي بتركب بيها صلاة وانت بتصلي قدام ربنا، اللي بتكون كأوامر إلهية الملائكة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. هذا المهم قوي هنا يلين عليها أرميا النبي، يلين في الإصحاح الأولين: ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا ماذا أنت رائن يا أرميا؟ أي 11، فقلت أنا رائن قضيب لوز. شاف قضيب لوز، هنقول ليه قضيب لوز. فقال الرب لي أحسنت الرؤية لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. كلمة لوز في العبرية تعني الساهر، ويكفل أو اللي بيقوم بسرعة، أول شجرة بتطلع في الموسم. فربنا بيقول كده أحسنت الرؤية، الله واقف مستني اني ساهر على كلمتي لأجريها، مستني فلان وفلانة وانت وانت. قول يا رب انا مستني وعدك دوت، انا بصلي بكلمتك دي تقول وانا مستنيك تقول لي احسنت الرؤية، وهكون سريع في الاجابة لانه كان رائن قضيب لوز اللي بيطلع بسرعة اللي بيثمر اول اشجار في موسم الاسمار، لاني ساهر على كلمتي لأجريها. زي ما قلنا من شويه يونان صلى بالايه والكنيسه بتعلمنا، القداس كله عباره عن ايه؟ جايبين الايات ورصينها عشان نوري فهم الكنيسه للايات. ما عندناش صلوه في الكنيسه مش كتابيه، ما عندناش تسبيحه في الكنيسه ما فيهاش فكره الكتاب. عشان كده في قديس روم لان ان كان يونان النبي في اخر صلاته ربنا اداله ثقل قلبه وامر الحوت فقذفه من بطن الحوت، لنا كده ان ده استعلان للحياه الجديده في المسيح بالكلمه. يقول ايه؟ الذي مات، اتكلم عن المسيح بقى، ان يونان كان شبه المسيح، الذي مات لكي يحرر المسبيين من ربطات الموت يقدر ان يقود الكثيرين نحو الحياه. هي دي الدعوه، انه احنا
متعوضين أن نكون مقادين نحو الحياة بكلمة الإبن يسوع المسيح اللي جه يونان على مثاله عشان يقول لنا كده في المزمور وفي صلاة يونان أنك تستطيع أن تحرك السماء كلما تصلي بالكلمة الإلهية. الله يجعل الكلمة محفوظة في القلب في الذهن في الفكر تكون هي الصلاة التي تركبها النفس كل يوم وكل يوم. لو المجد الدائم فيك كان جاته من الآن وإلى الأبد آمين. Thank you.